من المنتظر أن يحتفل المغاربة بذكرى المولد النبوي يوم الثلاثاء 19 أكتوبر الذي يصادف يوم 12 ربيع الأول 1443 هجرية، وحسب الحسابات الفلكية فسيكون فاتح شهر ربيع الأول يوم الجمعة 8 أكتوبر الحالي. وسيستفيد الموظفون وأطر التربية الوطنية والتلاميذ من يومين عطلة متتاليين في 19 و20 أكتوبر الجاري. وفقا لما كشفت عنه لائحة العطل المدرسية، وأكد هشام العيساوي الخبير في علم الفلك عبر تدوينة نشرها على حسابه بالفيسبوك، أنه حساب سيكون يوم 19 و20 أكتوبر الجاري عطلة رسمية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.